بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كسوة دوادة عشر كي سقالات كتاب كي أربعين كا عشر كي نوحو كب اللابنا يا حديث كاللباتن يا أفراد. الحديث الرابع والعشرون حديث كي لباتن يا أفراد عن أبي ذر وحلق وري أصحابك اللي رهدو الغفاري لونس بير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحو كوريي أن فيما كيد حديثنا وحو كوري يروي النبي وورنا يعر ربه ربك سو كورنا عز وجل أن حديث كانوا كلا حديث القدس يا لرهدا وحديث إلهي وكو هدلي النبي إلهي كورنا صحابي كان أبي ذر النبي كسي ورنا عليه الصلاة والسلام أنه إلهي قال إنه يري أبي ذر ورنيا يا عبادي أنيق أدوما هايقو أعلى ليه إني أنيق حرمت وحان ديدي الظلم ظلمي على نفسي نفتي دأيان ظلمي كديدي وجعلت وحان كديدي هو ظلمي بينكم دحدي إن حرا محرما مثل حرمي أو أن لأقلين فلا تظالموها إس ظلمننا يا عبادي أدوما هايقو كلكم دمانتين ضالون مدلون سن اياتهين الا من ضد ما اهاني هديته قف ان هنونيي فاستهدوني اني هنون اويديست اهديكم وان ادن هنونين ياهي يا عبادي اني دومهيغ كلكم دمانتين جائع مد باهن اياتهين الا من اطعمته قف كان انو وحسيو قوديي ما اهاني فاستطعموني اني قودن اويديست اي عنتو اطعمكم وان ادن قودن ياهي يا عبادي أنا قدوم هيجو كلكم دمانتين عارن متقاون آياتهن إلا من كسوته قف كأنو أقول لبسي ما هنا فاستكسوني لبسي يدر ويديست أكسكم وان إدين لبسي ياه يا عبادي أدوم هيجو إنكم إدينكو تخطئون واقفتان ودنبيا كود عدان بالليل هبينكي إيا والنهار مالنكي وأنا أنيقونا أغفر الذنوب دنبيال كان دافا جميعا دمانتوت فاستغفروني دم بدافي ويديست أغفر لكم وندين دافا ياه يا عبادي أدوم هيغوب إنكم أدينكو لن تبلغوا مقاريسان ضري أنيق الله إدبتان كيغا إنا إدبتان مقاريسان فتضروني أو آد إدبتان ولن تبلغوا منا قاريسان نفعي أنيق نفعي كيغا أو فتنفعوني آد أنفعدان وحي ترتان يا عبادي أدوم هيغوب لو أن أولكم كان إدينكو قهره وآخركم كان إدينكو قدام بي وإنسكم كين بني آدم كا وجنكم كين جني قاهي كانوا هدي نقضان على أتقى قلب رجل قف قلبي سكن وقو عبسي دبادن الله كعبسي بادن ننكا سو واحد دين كليا ومنكم أدين كايدين كاميدا ما زاد ما كردين يا ذلك أرن كاسي في ملكي أنيق بغرطو يدا إذا دحد إذا شيئا وحبا يا عبادي أدوم هيقو لو أن أولكم أدين كان يدين كوكوه الرأي وآخركم كان إذن كودن بيا وإنسكم بني آدم كينا يوجينكم جنكينا كانوا هدي نغضان على أفجار قلب رجول نين قلب جيسا كان أقو فاجر سنة أقو دن ببضان نينك واحد كليا ومنكم أدينك إذن كان بدا ما نقصها ما يرانا يذلك أرنكاس من ملكي بغرطو يدا إذا شيئا وحبك ما يرانا يا عبادي أدوم هيغو لو أن أولكم أدينك كان إذن كوكوها الرأي وآخركم كان إذن كودن بيا وإنسكم بني آدم كينا يوجنكم جني نقامو هدي استاغان في صعيد ميل بنان أهو واحد كليه هل ميلو بنان اسكوغي مادان وفسألوني آد أي ويديستان دمانتود وفعطيت أنسي كل واحد متكسته مسألته وحا أو ويديستي ما نقص ما يرين يذلك أرنكاسي مما عندي أني أكتيد وحيا له إلا كما ينقص المخيط عربدي أما آلدي وحلقو تولي شراء انت يرايسو كلاما أهاني إذا أدخل البحر بدها دي لقليو يا عبادي أدوم هيغو إنما أنا هي قصة سلقا سو شاكي أعمالكم وأعماشين أحصيها أعماشي وان إدين كوبا يو إدين أرورنا يا لكم إدينك ثم انت كبعدنا أوفيكم فرطا أيان إدين كسارا يا وإدين أوفينا يا إياها أعماشي فمن وجد قفكي هلاه خيرا وناك قفكي هلو أعماشي سي وحواناك سنعي أنغطه فليحمد الله إلهيها كم هديو
أساق أيا وافجيه ومن وجد قفكي هلا غير ذلك شرط خيرك وحن أهين قفكي لكل مو أعماشي سي شر أي أنغطانا فلا يلومن نيوسا آدين إلا نفسه نفتي سماهانا رواه مسلم حديث كاس إمام مسلم أيا وريي أن نبي عليه الصلاة والسلام حديث كان إلهي أيو كورنا يا وحديث آدي آد أدار آدي آد عجيبة معاني فربضان أو آدي آد فربضان أو بلشدة أي أمضى أنفعيسة إيمان ككردين يسة حديث أو أي كبو حانوي وحولا إلهي سبحانه وتعالى حديث كقيبتي سكوبات ورأي الضم هايقو أنيق الظلم وادي دي نفتي دان ظلم ودي دي ظلم غانا دحدي إن مدل حرمان كردي غاية ها إس ظلمينينا آإله إليه مارك الظلم غانا كفوغا نوي ننكي حاسكي سإنو الظلميوه وإنو إسكا إلاليا حاسكي ننكي دا إنا الظلمي سو وإنا إسكا إلاليسا والدكي إلمهو دي إنا الظلميا وإنا إسكا إلاليا بلشدي كالا إنا الظلميو وإنا إسكا إلاليا مدحدي إنا شعب كودا الظلميا وإنا إسكا إلاليا وإنا إسان مصوق ماسوغن وإنا إسان لالوش كاقادا وإنا إسا قرابة كيلين وإنا إله أقع عبصدان وإن شقاله حقي سلسيا وإنا سيحون لو استعمالين وإنا لوغا فايديسان سياسة دي مدح نمتك ضدكي كالوغا نعسيق وإنا إلهي كعب صدان وإنا إسا خلقك إلهي دولمين وحد عاي كقدين وحد تايحون كقدين غنعسيق كو خيانين سيدو كالا ضدك بلشادة قايب كستو كميدة قايب تاي بلشادة قهيدو وإنا إسا كو دولمين وحبرشادة إلينا عكستا عافي ماتكي لغاتيرتي قولك استاهي إلهي إناي أقع بسطة بلشادة وي آن لا إس دولمين oo aan qalinka la isku dulmin oo aan siyaasadda la isku dulmin oo aan aftahannimada la isku dulmin oo aan ganacsiga la isku dulmin oo aan guurka wax la isku dulmin oo aan waxbarashada la isku dulmin oo aan garsoorka la isku dulmin kulli waa in Ilaahay qol kasta ka cabsata oo aan la isdulmin ay Ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay qaybta ku xigta wuxuu leeyahay waray adoomahayda qof kasto adinka idin kamida qof luunsan way wadadi xaq aha ma hayo illa qof aan hanuuniyo ma ahan qofkii hanuun rabana aniga hanuun hay waydiisto anigu waan hanuuninaya marka taas macnaheedu waxa weeye inaadan wax barashadaada tala saaran inaada aqoontaada tala saaran ina markasta Ilaahay gacanaha u taagtid in Ilaahay iimaanka ku daayo gacanaha u taagtid in Ilaahay wadada saxda uu ku waydi ku marsiyo gacanta u taagtid inaada kooxdaada tala saaran markasta Ilaahay inaan waydiisana weey hanuun iyo hidaaya iyo taqwa iyo kulli inaan aan Ilaahay waydiisana weey iyo xaqqa inuu nawaafajiyo xaqqa inuu nagu sugo Ilaahay uu qalbigeena ku sugo diinta inaan waydiisana weey Ilaahay wuxuu leeyahay bini aadam oo qof kasto adinka idin kamidahay waa baahan yahay ila qofki anigu aan qoodiyo maahan ee aniga waydiista qoodka oo waxa weey baahideena cida oo fikarta Ilaahay weey bini aadam wax kasta oo ay bixiyaan waa wax yar dhamaanaya hadana waxaas Ilaahay u soo dhiibay markii hore marka qofkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala waydiista wax kaas ayaa dhargaya inta uu siiyana ku qancaya maxaa yeelay qanaacadu waa kayd aan dhamaaneyn hadii si kasta wax lagu siiyo ee aad qancin gaajo iyo faqri iyo dhibaato ku jiraysa ayaa walwal hadii laakiin aad qanacsanta intii Ilaahay ku siiyo ayaa maaragtay ka dhargaysa kuna qanacsanaanaysa farxadad ku soo toosaysa ku seexanaysa Ilaahay markuu wuxuu leeyahay aniga wax waydiista waa id qoodinayaa cid kale oo wax bixi karta ma jirto cid kasto wax idin siisana aniga idin kugu soo dhiibay wuxuu kale Ilaahay leeyahay qof kasto idinka idin kamid ah waa uu qaawan yahay cidii aan anigu dharsiya ayaa dhar helaysa aniga waydiista leen wax kasta dharkiina sidoo kale dharka waxaa kamid ah libaasu taqwa ki Alla ka cabsiga in Ilaahay uu ku siiyo oo taqwadiisa asaga awooda uu ku karsiyo ina Ilaahay waydiisatid weeye sidoo kale Ilaahay wuxuu leeyahay bini aadamow habeen iyo maalin ba dambiyad ku dhacdaan waad gaftaan aniguna waxaan ahaa Alla dunuubta dhan dhaafa ee dambi dhaafa waydiista waan idin dhaafaya Ilaahay ma dhihin ma gafaysaan Ilaahay ma dhihin gaf bayu idin ka dhicin waxa weeye gafka ka fogaada waana la yiri haddana inaan bini aadam nahay naf iyo sheedan nala xiriiraan ayaa nala sheegay oo qaladkii naga dhacayo maxaa lagu kala fiican yahay waxa lagu kala fiican yahay in Ilaahay loo laabto qaladka duu ka dhaco Rabbiga inaa u toobad keentid gacnaha inaa u hoorsatid taas ayaa lagu kala fiican yahay qofna markuu qaladkii dambi uu ka dhaco waa ku sii socdaa qofna qalbigiisu ka tirtiraa oo nadiifiya qalbigu muraayado kale waa la sifeeyo markasta Ilaahay aan u laabana markasta Ilaahay wuxuu leeyahay bini aadamow hadii aad isku daydaan ina aniga idibtaan ima dhibi kartaan
haddaad isku daydaan inaad aniga wax ii tartaanna wax iima tari kartaan wixii faa'iida hod keentaan idinkay idin laabanayaan wixii maaragtay dhib hod la timaadaanna idinkay idinku dhacayaan ilaahay dhibkiina iyo dheeftiinu toona ma gaarayso haddii qofkii idinku horreeyey maalinkan bini aadan abuuray ciddii idinkugu horreysay iyo cidda idinkugu dambaysa bini aadamkii iyo jinnigii dhammaantood haddii ay noqdaan dadka qofka ugu alla kacabsiga badan waa nebi maxamed alle ree calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed qalbigiisoo kale haddaa wada yeelataan qalbi nadiifa oo taqiya oo alla ka baqa oo xumiyoo dhan ka maran haddii aa wada yeelataan kulli dad icaabudo ilaahay cabsidiisa u googo ay dhammaantiin haddaa noqotaan taas macnaheedu ma ahan in aniga boqortooyadiidii ay ii kordhayso hanti ii kordhayso aan leeyahay bas weelela waxaa ii batay dhanka kalena haddii qofka idinkugu faajirsan oo idinkugu xun qalbigiisoo kale aa wada yeelataan qalbiga ibliisoo kale kulligiin haddaa wada yeelataan waxa weeye taas macnaheedu ma ahan in oo aniga nusqaan igu dhacayso oo boqortooyadaydii mucaarad badan ku soo baxay oo nusqaani gaaraysa maahan kulli dhib iyo dheef midna aniga ima kordhi kartaan oo macnaha waxay fasiraysaa markii oo la wada xumaadana aniga ima dhibi kartaan markii la wada fiicnaadana waxba ima taraysaan wixii faa'iido ah iyo wixii wanaag ah adinka idiin noqonayaan waa marka ilaahay uu leeyahay waa farta idinka saaraya khayr wixii qofkii ka hela ilaahay ku mahadiyo wixii xumaanana adinka idiin noqonayaan qofkaas waa qofkaasaa khasaaray ilaahay subxaanahu watacaala haddana tusaale kaluu na siiyo wuxuu yidhi kii idinkugu horreeyey iyo kan idinkugu dambeeye iyo bini aadamkii iyo jinnigii hal meel oo bannaan hadday iskugu yimaadaan u fiirso ilaahay deeqsinimadiisiiyo iyo gacanweynidiisa hal meel oo bannaan hadday iskugu yimaadaan oo qof kastaahi wuxuu rabay weydiisto waxaa rabtid ilaahow curka cirka iyo dhulka wixii la ego hantiya isii intaa rabtid waxa kuugu qaalisan adduunka haddaa weydiisatid qof kasta u weydiisto meel bannaana koonkii oo dhan haddii laisugu keeno bini aadamkii iyo jinnigii kuugu horreeyey kuugu dambeeyey ee qof kasta wuxuu rabaa i weydiisto ee qof kasta wax kasta uu weydiisto aan siiyo ilaahay wuxuu leeyahay taas aniga waxba igama yaraynayso waxa agtayda yaalla waxba kama jarayso haa waxba kama jarayso ilaa cirbad haddii bad la geliyo maxay ka yar nusqaamisay waxa xaqiiqada wax yacni xaqiiqada wax qoyaanay ka nusqaamisay laakiin hadda aragtideenna waxba kama nusqaamin intaasoo kale ayaa iga nusqaami karta ilaahay leeyahay macnaheedu waxa weeye ilaahay agtiisa waxa yaalla waa ilaahay waxa weeye habeen iyo maalin wax bixiyaa waa kii lahaa xadiidkii saxaa ilaahay wax deeqdiisu waa shubmaysaa habeen iyo maalinuu bixiyaa fiiriya maalinkii ilaahay koonkaa abuuray ilaa hadda intaas uu cid kasta wuxuu raba siinayay haddana aan nusqaanaysa ku jirin haddaa maanta weydiisato kulahayn shala timid uusan kulahayn shala i weydiisatay uusan kulahayn waa lagaa soo horreeyey uusan kulahayn dad badana wax siiyey kumale ilaahay jalla jalaalo marka gacnaha u tag markaas hadda dowladaha adduunka ugu hantida badan oo dhan markay wax kasta isku dayaan inay dadka wax siiyaan waxay ka cabanayaan dhaqaalo la-aan waa tadda maanta markii waddankii oo adduunkii oo dhan xanuunkan corona virus laleeyahay uu hakiyey ee hadda guryaha la wada galay dowlad kastaah waxay leedahay iyadoon wax yarba bil kaliya aan wax bixin dhaqaalaheena inuu dhammaadaan ka baqayna bini aadam marka meeshay dhihi jireen intaasoo sana u diyaar garowna bini aadan inaysa waxba haysan ayaa meeshaas ka cad ee ilaahay kaliya uu koonkan maamulo ilaahay wuxuu leeyay bini addoomahaygow waxaan aan idinkaga sheekaynayaa waa acmaashiinnii waan idiin meela la inkugu koobay waa idiin koobayaa waa idiin soo diyaarinayaa waxa weye waa lagu soo habaynayaa meel kitaabkay ku taal lagu soo hordhigaya qof kasta fartaa laga saaraya qofkii khayr ka hela alxamdulillah ha yidhaahdo ilaahay ha waafajiyey qofkii maaragtay xumi la kulmana yuusan cid kale eedayn caqliyaa la siiyey xisaabaa la siiyey xumidii iyo wanaaggii a loo kala soocay wanaaggii labadii waddaa loo kala caddeeyey mid dooraa la yidhi wuxuu doortay xumida marka cid wixii uga yimaada isagaa mas-uulka ah alxadiidu alkhaamis walcishruun xadiidka labaatan iyo shanaad can abi dharin waxaa laga wariyay asxaabiga la yiraa radia allahu canhu aydan sida xadiidkii horeba isaga looga wariyan aydan u laabanayo sidii kii horeba looga wariyey anna naasan dad oo min asxaabi rasuuliillaahi ka mida sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisa asxaabtiisa ka mida qaaluu waxay yidhaahdeen linnabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga waxay ku yidhaahdeen yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisiyow dahaba wuu tegay ahludduhuuri maalbadida dadkeedii dadkii hantiilayaashaa waxay la tageen bil ujuuri ajiryaal fara badan
أجريال دارات هدد كهان تيلياش هلا تيان واسده كو يصلون واتو كدان كما نصلي سيدان اتو كنا صلاة دوان لا تتو كدان هان تيلياشو ويصومون وانا صومان كما نصومو سيدان آن اصونو صون كينا اسكا غمدان كنا ويتصدقون وحينا صدقستانو لبحان بفضول أموالهم هان تيدو دا اصو هرطو دارات كهو باهدو دا كسو هرطا أي صدقستان تاسنا هدان فوقرانا هم أودنا marka soon iyo salaadina waan ula seenmeen sadaqadii hantidana waan dheeraadeen qala nabigu xuur alayhi salaatu wa salaam ayag markuu u sheegay waxyaalo dheeraadaho maadaaba ay waqti badan hayaan dadka hantilayaasha xoolaha ku mashquul yihiin adinkuna adkaarta iyo cibaadadan kala dheeraadka kula tartama marka nabigu xuur alayhi salaatu wa salaam awalaysa xaalad halkii shaanigu miyuu sahayn qad ja'ala allah ilahi inu yeelay lakum adinka ma tasaddaquna waxaad sadaqaysataan inna bi kulli tasbiihatin تصبيح كستا يا سبحان الله كستا وحوي وحكوسوغان صدقة صدقو سبحان الله إذا مركا ترى صدقوي وكل تكبيرة تكبير كستا وحكوسوغان صدقة صدقو الله أكبر تي وكل تحميدة الحمد لله كستا وترى دين صدقة صدقة كسوغان وكل تهليلة توحيد كستا لا إله إلا الله أترى دين صدقة صدقة كسوغان وكل وكل وامر وامر امرك بمعروف وناغلا اسفرانا صدقه صدقه كسوان والنهي ريبتانك عن منكر منكر كلا اسكر ريبانا صدقه صدقه كسوان وفي بضع احدكم ادين كم مد ادين كم مد حاسكي صدو لكل منا في وضع بضع احدكم حاسكي صدو اقل موضنا صدقه صدقه كسوان قالوا وحي رهن يا رسول الله اصحابتي يا رسول الله اله رسول كيسيو أي أتيم ميو لكل ميا أو أقل مانا يا أحدنا ميو لا إمانا يا أحدنا متكان شهوة أو شهوة ديسي أو حاسك مركو لكل ما ويكون ميونا ها أهانا يا له روحاس فيها شهوة دي لحدة أجر أجر ما إنت أصدق شهوة ديسي قطوكم معان صدقوا راح يستي وهدنا أجر هليا قال النبي حير عليه الصلاة والسلام سو قياسك كودرين سينيا أرأيتم كورما لو وضعها شهوة دي هدو لقلها في حرام حاران لحدة هدو لقلها بل حرام هدو كود جيلها وين حرام وتجيلها أكان ما هلا عليه روح كوركي سوزر دم ها دم وكود على صمهن فكذلك سداسة إذا وضعها شهوة دي مركي أودجو في الحلال حلال هدو كود جو كان له روح سوح ولي هاي أجر أجر ولي هو رلي النبي عليه الصلاة والسلام روى حديث كوحري مسلم إمام مسلم حديث كوحري حديث كلا أصلا معنا وين حبارسن رج أصحابتي كم ده أو فقراء أي النبي يود عليه الصلاة والسلام أيوة مركز أيسن كاهين حسدي أيس كاهين الرباه يعني ترتن إنه جلان وضد كاس لا ترتمان وكسفحين رسولك إلى ضد كهن تلايا شها صلاة دي وأنا لتو كذا صنك وأنا لا صومان صدقنا والله بحن مركا أجر كيودن بوانا قاتن أنا جو ما هي سنة ترتن كاسو كله نبي حلي عليه الصلاة والسلام أدينك وقت الإرادها هاي ستان وأن هنتي جنا سيدنا مشغولين waxa uu hadan ina tasbiix farabadan iyo takbiir farabadan iyo tawxiid farabadan iyo xamdi farabadan iyo wanaagga dadka fartaan iyo munkarka dadka kareeftaan waxyaalaha soo dhan ina la timadaan intaas hadda waa ugu hormari kartaan dhan kalena haaskina marka la kulanta xataa ajir helaysan marka marka waxa weey intaas oo khayr ah waa sadaqo ajir farabadan aa qof kasta ka helaya markuu nabigu yiri haaskeena hadda la kulantaan xataa ajar ka helaysan ay asxaabtu wax yiraahdeen haaskeena anaga raaxaysano shahwada gudana si ajar ugu helayna markuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam haddii oo xalaal aad ku ridi lahaydeen xaraan ku ridi lahayn soo dambe ma gashan xalaal marka ku ridaana ajar ka helaysan sidaas oo kale sida darteed waxaa leeyahay waxa sunna ah marka qofku haaskiisa la kulmayo inuu niyeesto oo niyad fiican soo xaadiriyo إنه أماركتي حلاشي إلهي سيئ استعماله ولا تسالحة إنه هلو حقي حاسكي سكولها إنه قدو حرامتي إنه كإلاليو إن ديه اللابد دو دي إنه هلو معاسدي إنه كبد بادو يعني نعمدا إلهي أوسي إنه استعماله نيو ينفر بضان إنه استعم كانسدو في عانا ليرهدا سيئو أجر أو أغهلو مركا وحاسو دنوا مهم مركا وحا يعني قفكي نبي وحونا بري عليه الصلاة والسلام qofka baaga mooda qofka muuminka inuu sabaaga mooda noqon qofka muuminka he aan hadii uu shaqo haysto horta faradki waa qasab qof kasta salaadihi soonki waxa la faradka qof kasta inuu la yimaado waa waajib laakiin yaani qofki markii uu faradki la wada guto
qofkii hantiilo ahoo ganacsi iyo waajib kale ku mashquulsan la garay, kii aan shaqo haysan in uu yacni cibaadadii ilaahay oo dhan khayrkaasoo dhan, midda kale khayrka iyo adkaarta iyo alla ku xirnaashaha iyo cibaadadu albaabaday ku furayaan, kayd badanna ilaahay agtiisa geysanaysa. Marka qofka muuminka ahi yuusa iska dhaadhicin, baagamooda tahay, waxaa qabatid ma haysid, yacni hebel waxay dadaa masaajid dhisa, dadaa madaaris fura, dadaa iskuulo dhisa, dadaa ceelal qoda, dadaa jaamacado fura, waa khayr iyo samafal ay sameeyeen. Adiguna dhan kale ka galo daacada ilaahay badi, maadaama waqti badan aad haysatid ee aadan ganacsi iyo howlo badan ku jirin, adiguna dhan kale ku tartan khayrka nimba dhan u badidhe. Adkaartaada waqtiga kuu soo haro dheeraadka, qur-aankii badi, tasbiixdii badi, adkaartii badi, khayrkii badi, dadka caawi, macruufka dadka far, munkarka reeb, wanaagii dadka u sheeg. Dhan kale marka adiguna u badi, ha isdhihin dadkaas kaliya ilaahay u dhowaa kara, dadkaas kaliya ilaahay u dhowaa. Meelo badana ilaahay loogu dhowaadaa, ilaahayna wadooyinka khayrka waa badiye, sida nabiganuna bare calayhi salaatu wasalaam. casharkan intaasan kusoo koobayna, wabillahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.